السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من برنامج جيل يشرف. طبعا زي ما انا وعدتكم وزي ما دايما بتشوفوا في حلقاتي ان انا بجيب موهوبين من كل حتة. النهاردة حلقة قوية جدا. اي حد بقى في ايديه حاجة وراه حاجة بيعملها، سيب كل اللي وراك، سيب كل اللي معاك، سيب اللي في ايدك، ركز معايا في الحلقة عشان الحلقة دي قوية جدا هتفيدنا، وفي نفس الوقت انتوا هتشوفوا نموذج كويس جدا. معايا النهاردة الطفل اللي بيسموه طفل المعجزة، معايا الطفل عز محمد فتحي، ومعايا كمان الشاب الجميل الصغير محمد أيمن. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك يا عز؟ الحمد لله. عامل ايه يا عز؟ الحمد لله كويس. عندك كام سنة؟ 7 سنين. انت منين يا عز؟ من القاهرة. تمام عز، انا كنت شفت الفيديو اللي انت كنت عملته، احنا بنتكلم في الفيديو ده عن النجاح. انت 7 سنين ما شاء الله بنتكلم عن النجاح، وكمان يعتبر انت اصغر مدرب تطوير ذاتي او تنميه بشريه في العالم بقى، يعني 7 سنين وبنتكلم عن النجاح واستراتيجياته وطرق تحقيق النجاح. طب قول لي كده، ايه مفهوم النجاح بالنسبه لك او منظوره ايه؟ ان انت لازم تنجح في حياتك وتحدد هدفك و احدد هدف. يعني احنا بنتكلم في النجاح يوازي تحقيق الاهداف، يعني لازم احدد الاهداف وبعد كده احققها، يبقى انا كده وصلت للنجاح. وتجتهد وبعدها تبقى تبص للفلوس. تحدد هدفك وتبقى تبص للفلوس، ولو ما حددتش هدفك هتبقى ضايع. لازم تحدد هدفك وتبص للفلوس. طب انت كان في جزء في الفيديو بنتكلم فيه عن حاجتين، الحاجتين دول لو انت قلت ان لو احنا قدرنا نوصل لهم او قدرنا ان احنا نحققهم، فانا كده تقريبا مسكت بداية طريق النجاح وحققت 80% من مقتضياته او من الحاجات المهمة في طريق النجاح. ايه هما الحاجتين دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. ايه ده بقى معناه؟ اقرأ دي اهم حاجة القراءة، ده يبقى رقم واحد القراءة. رقم واحد القراءة. الرقم التاني القلم، دي وسيلة التعلم. التعلم، وبنكتب بيه على ورق، على ورق اهدافنا. اهدافنا، يعني انت تقصد بقى هنا حضرتك يعني يا عز ان احنا بنكتب اهدافنا بالقلم عشان نقدر نحققها. وكلام طبعا عز زي ما احنا بنتعلم منه النهارده هو كلام طبعا اكيد علماء كتير كانت بتقوله، ان الناس لما عملوا دراسه قالوا ان اللي بيكتب اهدافه بيخط ايديه بيحققها بنسبه كبيره جدا عن اللي هو بيقولها بقه وخلاص وما بيكتبهاش. فاحنا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وعز بيقول لنا اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم. اذا احنا بنقول رقم واحد القراءه ورقم اتنين القلم. القلم هو الوسيله الاولى والاخيره للايه؟ للتعلم، واخطط بيه اهدافي واكتب اهدافي عشان اقدر ان انا اوصل للنجاح. للنجاح. ما شاء الله عليك، يعني بجد ما شاء الله عليك. طب قول لي يا عز، مين اللي يعني مين بيشجعك في البيت او مين واقف معاك في ان انت تنجح او ان انت تعمل الحاجات دي؟ ماما وبابا دايما بيقفوا معايا ربنا يخليهم لك. طبعا انا بشكر بابا وماما وبشكر كل ام وكل اب ممكن تكون بتدعم ولادها وبتحاول ان هي تطورهم وتحاول ان هي تشجعهم باستمرار، لان ابنك كنزك زي ما احنا اتفقنا قبل كده، وكنزك ده انت في ايديك يا اما بتطوره وتكبره وتعليه يا اما بتضيعه، واحنا في ايدينا كل حاجه. فابنك كنزك، ادعمه وشجعه وطوره، هتخليه حاجه كبيره جدا مشرفه باذن الله، ويبقى فعلا بيشرف مصر كلها. طب مين تاني يا عز ممكن يكون بيشجعنا؟ نانا وجدو. جدو ده دايما كان بيساكن لي وكان بيحبني جدا وكان عايزني اطلع حاجه جامده جدا، وانا برضو كنت بحبه، وكان بقى دي اهم حاجه عندي بالنسبه له وبالنسبه له هو. يعني كنت دايما بقعد اتفرج على الاعلاميين وكده، يعني اللي هو الاعلاميين البرامج الحواريه، هو بيتفرج عليهم دايما وانا بقعد اسمعها بقى بدل الكرتونات والالعاب وكده، كنت دايما بقعد اسمعها واتفرج عليها وكنت بحبها جدا. يعني عز بقى أو يعني زي ما بيقولوا اصغر طفل بيتكلم في التطوير الذاتي والكلام ده، وكمان الطفل الوحيد اللي بيسيب الكرتون يتفرج على البرامج ونشره الاخبار ويتثقف ويتعلم. جد هو السبب في ده. ربنا يخليه لك يا رب. طبعا برضو بنشكر جد ونانا، انت بتقول جد ونانا صح؟ نشكر جد ونانا جدا طبعا ان هم بيدعموه وبيشجعوه. طب من خلال برنامجنا ايه اللي اقدر اقدمه لك مثلا، او حاجه نفسك فيها عشان نقدر ان احنا نقدمها لك؟ رئيس عبد الفتاح السيسي نفسي اشوفه جدا وابوس وحضنه وبحبه جدا. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب يا جماعه من خلال البرنامج انت بتطلب طلب، يعني هو مش هو صعب بس انا اعتقد برضو ان هو سهل، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي لو سمعك اكيد مش هيسيبك، اكيد هيقف جنبك، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرعى كل الشباب، كل الموهوبين، كل الناس في كل مكان. فانا ندائي بقى لكل المسؤولين يا جماعه اللي بتسمعنا، لو حد سمع ان الطفل عز محمد اسمه عز محمد فتحي صح بغدادي،
اسمه الطفل عز محمد فتحي بغداد، عشان لو عايزين تجيبوه من البيت هاتوه بقى. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو نفسه ان هو يشوفه ويحضنه، صح كده؟ صح. طب ايه تاني نفسك فيه اقدر احققه لك؟ طيب نفسي اشوف الاستاذ عمرو اديب، بحبه جدا ويعني مبسوط بيه. اشمعنى الاستاذ عمرو اديب يعني؟ ده الراجل الحد المميز عندنا يعني. طب استاذ عمرو اديب اكيد حضرتك بقى هتسمعنا من خلال اي حد يوصل لك رساله عز محمد فتحي، نفسه ان هو يشوفك ونفسه ان هو يسلم عليك، لان انت بالنسبه له قدوه، لان انت بالنسبه له من الناس المهمه جدا اللي بيتابعها. ازاي؟ شكرا يا عز. عارفه. ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا في الفتره الاخيره يا جماعه احنا كنا سمعنا عن حاجه اسمها المجال، او معرفش انتوا سمعتوا او ما سمعتوش، بس لو ما سمعتوش ركزوا معايا قوي في الجزء الثاني ده، لان الحته دي يعني مهمه شويه شويتين ثلاثه، مهمه قوي. احنا بنتكلم عن حاجة اسمها المجال. يعني ايه مجال؟ وايه هو المجال؟ والناس بتخشه ازاي؟ وبيعمل ايه؟ وبيحصل ايه جواه؟ كل الاسرار دي هيكشفها لنا محمد ايمن، عشان نعرف ولادنا بتعمل ايه، عشان نعرف ولادنا رايحة فين، عشان نعرف بعد كده المجتمع كله بيحصل فيه ايه، واحنا ما بنبقاش دريانين ودايما بنجري ورا كل حاجة واحنا مش عارفين ايه اللي وراه. طب قول لنا محمد، يعني تعريف المجال هو عبارة عن مجموعة شباب، بس شباب اللي هي بنات ولاد بس مراهقين، يعني خاصة المراهقين، يعني هو تجمع للشباب اللي هم سواء بنات او ولاد، وخاصة المراهقين. خاصة المراهقين، تمام. بيخش المجال عن طريق ان هو مفيش حد بيسمعهم، وقاعدين بقى على طول وقت فراغهم وكده، فبيخش المجال. يعني الاسباب نقدر نقول ان هي مفيش حد بيسمعهم، مفيش حد جنبهم، مفيش حد معاهم، عندهم وقت فراغ كبير. صح كده. بيخش المجال بقى عن طريق الواتس او الفيس او الانستا او التليجرام. يبقى تاني معلش عشان الناس بس تركز معانا، يعني المجال ده كان نقدر نقول ان هو مكان لتجمع الشباب سواء مراهقين او شباب كبار، بس الاكتر مراهقين، بنات او ولاد. بس المكان ده مش شرط يكون مكان على ارض الواقع، هو مكان ممكن يكون مكان الكتروني او يعني مكان تجمع الكتروني، ان هم بيجمعوا بعض. صح كده. طب يعني بيعملوا ايه؟ ما انا عايز اعرف بيعملوا ايه، يعني بيتجمعوا بعد كده بيتكلموا بقى. وبعديها بقى المجال ده عباره عن شتايم، فدلوقتي كل واحد يخش يشتم في التاني عشان يتشير وكده. بس فاللي يخش حتى اللي فيه دلوقتي اللي هم البلطجيه، بس هو البلطجي يعني اللي هو. انت كنت في المجال ده يا محمد؟ انا كنت فيه. طب احكي لي عنه، يعني انا عايزك تدخلني في المجال من خلال الحلقه دي، خلينا نقرب شويه من المجال عشان نعرف ولادنا رايحه فين. انا كنت في المجال الاول، كان عندي على عبارة اختراق. اختراقات. يعني مثلا بيخترق تليفون، بيسحب فيزا، الكلام ده. تمام. يعني سرقه، يعني ممكن كمان ان انا بستخدمه في السرقه. بيستخدموه للسرقه، بيستخدموه تهديد. واحد يسحب صور بنتي يهددها، يقول لها لو ما عملتيش كذا انا هفضحي وكده. تمام. بعد كده المجال اتقلب لسرعه، اللي هو كان على طول شتايم بقى، تشتم. ف يعني كنت عايز تتشير، تشتم ابوك وامك يتشتموا، واهلك يتشتموا عشان تتشير، سبيل الشهره. بس فانا طلعت عنه والحمد لله، ربنا هداني يا رب دايما يا رب. يبقى احنا نقول تاني يا جماعه، المجال ده عباره عن مجموعه من الشباب او المراهقين بيجمعوا بعض من خلال السوشيال ميديا اللي هم بيستخدموها استخدام خاطئ، واتساب او انستجرام، صح كده، او تليجرام، او تليجرام اكتر كمان دلوقتي. بيجمعوا بعض عشان يعملوا ايه؟ بيعملوا هاكر، بيبعتوا لبعض فيروسات، يبوظوا البورده بتاعه التليفون، مش عارف، يسحبوا صور من على تليفونات البنات فيبداوا يهددوها، او يخشوا يسحبوا فيزا او رقم حاجه مهمه بالنسبه لاشخاص يسرقوهم. يعني ده انا شايف ان ده مجموعه من الحاجات الغير اخلاقيه كلها كده يعتبر. طب بيعملوا ايه بقى؟ انا بسمع ان في المجال هم بيجمعوا بعض ويلا نتقابل احنا بكره في الكوربه، احنا بعد بكره في الهرم، احنا مش عارف فين على الكوبري الجديد. اللي بيبقى في المجال كله بيعملوا جروب، بيتكلموا بقى فيه ان هم يحددوا مكان يتقابلوا فيه. بيعملوا ايه بقى ما يتقابلوا؟ بيقعدوا مثلا لو في بنات بيعملوا حاجات خارجيه، حاجات خارجه عن يعني تنافي الاخلاق، يعني حاجات غير ادبيه. بس فاللي هو بس لو مفيش بنات بيقعدوا بقى ويخلوك تشرب حاجات برضو مش كويسه، مش كويسه، لغايه ما يخلوك بقى تبقى سكران وخلاص وتنام على الارض. هم جايين بقى ايه، واخدين منك اللي معاك كله. تمام. يعني هو بيبقوا مجموعه مثلا فيهم سته سبعه عارفين بعض، واتنين تلاته جداد. الجداد دول بقى هم اللي بيتسحبوا بيشربوا ويتعمل معاهم الغلط. من الاخر يعني. ياخدوا تليفوناتهم، ياخدوا فلوسهم، ياخدوا كل حاجه. طب انت بطلت ازاي؟ عشان لو احنا حابين ان كل الشباب اللي يعني اللي موجودين ان هم يبطلوا وما يعملوش الحاجات دي تاني. انا بطلت بفضل حضرتك وبفضل واحد زميلي، هو يعتبر اكتر من اخويا، اسمه محمد. تمام.
تمام. ما انتوا كنت اكتر اتنين بتساعدوني ان انا اطلع من المجال، عشان المجال اللي هو فعلا كان وحش. طب حياتك ايه بقى قبل، يعني قبل وانت في المجال، حياتك ايه بعد ما سبت المجال؟ حياتي في المجال اللي انا كنت عبارة عن ان هي شهرة بس، ان هو شهرة انا يعني، انت كنت حاسس بايه ان انت احسن يعني؟ انت وانت في المجال انا حياتك كنت كانت عاملة احسن. ازاي؟ انا كان الكل كان يسمع اسمي كان بيتراب. يسمع اسمك يتراب يعني، كنت ايه يعني، يعني بلطجي انا يعني ولا لا حاجة؟ مش بلتجي، بس انا كنت معروف بالحوارات، فاهم، الموضوع بقى الفيروسات ومش عارف ايه والكلام ده. والسرعة والكلام ده، بس انا كنت معروف بالحوارات تمام. بس طب ربنا بعد يعين. المجال بقى، لا بقيت احسن دلوقتي، بقيت انزل اصل انت اقعد مع بتقولي وانا في اصحابي. المجال، لا ده انا كنت مبسوط جدا، كنت حاجه كويسه لا يعني. انت والله شايف ان انت في كانتش، المجال حاجه كويسه؟ لا طبعا بتضيع مستقبلي اولا، بتلهيني عن الصلاه، بتلهيني عن حاجات كتير. طب في قصه حقيقيه فعلا انت شفتها بعينيك، او حاجه حصلت فعلا لحد من المجال دوت واتأذى او كده، من الحاجات اللي انت بتحكيها ديت ناس ولا دي كلها كتير، حكايات؟ ناس كتير مش زي واحد. ايه مثلا؟ قول لي قصه واقعيه حصلت. تمام، حصل امبارح حوار. تمام، ناس نزلوا لبعض في امبابه، تمام. الناس دي نزلت، مجرمين بتوع امبابه بقى جم كتروا عليهم ضربوهم، وكانوا بيضربوا في واحد بس ده بسبب ايه بقى؟ بسبب المجال برضو، المجال ان هما برضه. شتموا بعض، فقعدوا قالوا ايه انزلي واقع، فنزلوا. تمام، فاللي نازل بقى ايه مش نازل لوحده، نازل مع اصحابه، مع مطاوي و... عوروا بعض بقى. واحد خد 30 غرزة في وشه من فوق لتحت، والتانيين بقى في ظهرهم وفي وشهم عامة. يعني المجال ده مفيش منه اي وجه استفادة لا يعني، هو كله عبارة عن حاجات غير اخلاقية بتتعمل بس بمسمى المجال، تحت مسمى المجال. بالظبط، طب بنخشه ليه لما احنا، لما هو كده يعني؟ انا عايز اعرف برضو ايه اللي خلاك انت تخش انت تحديدا، بعيدا بقى عن الحاجات اللي انت بتقولها ان احيانا بيكون محدش بيسمعنا او انا عايز انت تحديدا دخلته ليه او انا دخلته ازاي دخلت من عن طريق واحد دخلني، و تحت مسمى ايه او ليه انا كنت عايز اخش عشان انا كنت ايه كنت في فراغ على طول. فاضي. كنت فاضي، مكنتش بعمل حاجه بس، فانا دخلت حبيت الفكره، فاي قعدت فيها، بس في الاخر بقى لقيتها وحشه، لقيت ان انا بخسر ناس كتير عشان المجال. يعني انا خسرت صحابي كلهم بسبب المجال، بتخسر صحابك كمان. بخسرهم بسبب المجال وبسبب حاجات تافهة. يا يعني ريت مش حاجة حلوة، حاجات تافهة يعني هو مفيش اي وجه استفادة منه خالص. والله. احنا طبعا انا بناشد اتنين بقى دلوقتي يعني، انا من خلال اللي انا بسمعه ده فانا بناشد اتنين، بناشد طبعا جهات الامنيه كلها، واكيد انا عارف ان ده مش بعيد عنهم ولا بعيد عن عينيهم، بس انا نفسي ان الناس دي نتعامل معاها فعلا بشكل كويس يعني، بشكل بقى حازم فعلا، بشكل قوي، لان الناس ديت بتخرب في البلد بس من غير ما نحس، تحت مسمى المجال يا مجال جماعه. احنا المجال ده زي ما محمد قال لنا، ده كمان فيه ما هو اخطر، هما بيجمعوا بعض عشان يعملوا حاجات تانية كتير، وحاجات تانية كتير مخربه، بس برضه تحت مسمى ايه؟ المجال. مجال واللي بيحرك الناس دي ناس كبيره جدا ومحدش فاهم، لان هم عيال صغيره، او لو هم صغيرين او هم مغيبين للاسف، عشان زي ما احنا قلنا في اسباب كتير جدا هي اللي بتخليهم يلجأوا لموضوع المجال ده. الناس الكبار اللي بتحركهم وبيحركهم اكيد لاسباب، لاهداف تخريبيه بتهد كيان المجتمع ده. فانا بناشد الجهات الامنيه، ده رقم واحد. احنا ما خلصناش بقى من مش عارف رابطه ايه ورابطه ايه وجماعه ايه وتجمعات ايه، عشان نخش دلوقتي في حاجه تانية جديده اسمها المجال، شغاله على فكره بقى لها حوالي سنتين بس خمس احنا سنين غفلانين عنها، ظهر قوي في مصر من خلال من حوالي سنتين واحنا غفلانين عنها او مش واخدين بالنا، فاحنا مش عايزينها تكبر وبعد ما تكبر نبقى نقول الحق اصل حصل مش عارف ايه. ده المجال. بجانب كمان بقى ان احنا بنناشد الاهالي في البيوت، بابا وماما، بنناشد الناس الجميله ديت. احنا عايزين رقم واحد عيالنا ما يبقاش عندهم وقت فراغ، رقم اتنين عايزين نسمعهم، عايزين نسمعهم، نقف جنبهم، ندعمهم، بدل ما حد غيرنا اللي يسمعهم ويوجه تفكيرهم لحاجات تانية. وبعد كده في الاخر بنيجي نلوم ونزعل ونقول اصل مش عارفه ايه، واصل المجتمع ضاغط، واصل الظروف وحشه، واصل البطاله، وحاجه اسباب تانية كتير. بعيدا يا جماعه عن كل الاسباب دي، خلينا نعمل اللي احنا نقدر عليه. كل انسان لا يملك الا تغيير نفسه، كل انسان لا يملك الا بيته، لا يملك الا اسرته. لو كل واحد بقى بص لاسرته وما بصش للاسره اللي جنبه، يبقى كل الاسره هتتصلح حالها. لكن انا مش هفضل ابص للمجتمع واقول المجتمع بايظ واسيب ابني في وسط المجتمع ده. طب ما انا اصلح ابني، واللي جنبي يصلح ابنه، واللي بعده يصلح ابنه، وعشان في الاخر يبقى في ايه، ولد صالح يدعو لنا كلنا، يبقى في ابن صالح في كل بيت كده بيدعي لاهله، يبقى في ابن صالح وبار بيصلح المجتمع ده كله. التربيه هدفها ايه في الاساس؟ يعني ايه هي التربيه وهدفها ايه؟ التربيه هي اعداد مواطن، مواطن، شوف كلمه مواطن، هي اعداد مواطن صالح للمجتمع. تخيلوا ده هدف التربيه الاساسي، اعداد مواطن صالح للمجتمع. احنا الدنيا لهيانه كتير، ابننا ماسك الموبايل واحنا مش عارفين هو بيعمل ايه، وحتى لما بنحاول نعرف
بنعرف ان هو داخل المجال، فايه المجال ده؟ خليه يا عم يفرح اهو، بدل ما يعمل حاجه غلط، لا بالعكس ده هو بيعمل ابو الغلط جوه المجال ده، ابو الغلط وام الغلط كله جوه، واحنا مش دريانين ولا عارفين هو بيعمل ايه. جوه المجال في بنات بتتفضح، جوه المجال في شباب بتضيع، جوه المجال في شباب بتتسرق، في شباب بيتم انتهاك عرضها، في شباب زي الورد وجمال بيروحوا في جامعات وفي حاجات مش كويسه خالص، صح كده؟ بتتحبس وبتموت في وبتحبس وبتموت، كل ده في المجال، واحنا مش عارفين المجال هو اللي بيعمل كل ده، وقصص كتير جدا من اللي احنا بنسمعها بيكون وراها المجال، تحت مسمى المجال. انا حاولت قبل كده، ده اللي خلاني ان انا اعرف قصه المجال والحاجات دي كلها بحكم شغلي، ان انا دخلت في وسط المجال ده، عشان كده انا بكلمكم عنه يعني عن قرب شويه، ويمكن حلقه تانية ان نحاول نستفيد فيه ونتكلم عنه بشكل كامل متكامل. دخلت في وسطهم عشان احاول ان انا اخرج بعضهم، او ان انا اخد بعضهم واطلعه للنور تاني، بدل ما هو قاعد جوه في الضلمه. المجال دوت حاجه سيئه جدا، المجال دوت فعلا هو بؤره الاجرام الحقيقيه دلوقتي في مصر. المجال اسمها المجال، صح كده؟ فبنناشد تاني المسؤولين، وبنناشد كمان الاهالي في البيوت ان هم ياخدوا بالهم من ولادهم، وبدل ما نبحث دايما على الباسورد بتاعت الموبايل، خلونا نبحث عن الباسورد بتاعت قلوب ولادنا، بدل ما نبحث عن باسورد ايه؟ موبايلاتهم، لان هو بيعمل كل حاجه. حتى لو انت معاك الباسورد بتاعت الموبايل، التكنولوجيا ما شاء الله على قد ما هي كانت جميله وحلوه، على قد ما احنا للاسف استخدمناها بشكل سيء جدا. التكنولوجيا بتدمر اجيال، زي ما هي ممكن تكبر اجيال. ايه الرابط بقى، او ايه الشعره اللي بينهم؟ التوجيه. التوجيه لازم انا اوجه واعرف ولادي دول بيستخدموا التكنولوجيا ازاي، واكون ايه كمان، مش توجيهه بس، رقم واحد قلنا التوجيه، رقم اتنين الرقابه. الرقابه غير التحكم، انا عايز ابقى رقيب على ولادي واوجههم، بدل ما ابقى دايما متحكم فيهم وفي الاخر هما برضو بيعملوا كل ما هو سيء. صح يا محمد؟ صح بالظبط كده. طب دلوقتي احنا بعد ما غيرنا بقى فكرتنا الحمد لله وخرجنا من المجال، ايه حياتنا الجديده عامله ازاي؟ بقيت انت قلت لي كان في وقت فراغ فانا دخلت في المجال، طب دلوقتي احنا وقت فراغنا بنشغله ازاي؟ بنشغله دلوقتي مثلا ممكن اقعد مع اخواتي، العب معاهم، اخد اخواتي نتمشى كده. يعني بدانا نرجع للاسره تاني، بدانا نرجع يعني لدفى البيت زي ما بيقولوا، وبدات ان انا ابقى قاعد في وسط اسرتي. الاول انت كنت تعرف حاجه عن اخواتك؟ كنت بقعد 24 ساعه في الاوضه، 24 ساعه ماسك التليفون، التليفون سرقك مننا كلنا، سرقك من الحياه، سرقك من المجتمع، سرقك من ان انت تؤدي واجباتك تجاه الاسره او المجتمع، صح كده؟ بالظبط. طب وتعليمك هل كان بيتاثر ولا ما بيتاثرش؟ كان بيتاثر جدا. يعني الفتره اللي انا بقيت فيها عن المجال كنت مهمل في الدراسه، بسبب ان انا ما كانش معايا تليفون ساعتها، ما كانش معايا، كنتش بقعد في المجال وكده، فده اللي خلاني ان انا اجيب مجموع وحش. يعني هي كمان اثرت عليك دراسيا، يعني انت جبت مجموع وحش بسبب ان انت 24 ساعه قاعد على المجال ده. بالظبط. بس وبعد كده خرجت منه، فالحمد لله الدنيا كلها اتحسنت معانا، اتحسنت 180 درجه. طب وايه خطواتك اللي جايه؟ الخطوات اللي جايه بقى اشوف مستقبلي، واشوف بقى اخواتي ومستقبلي، واهم حاجه ان انا اصلي بس. طب لو دلوقتي يعني الناس دلوقتي يعني بتتفرج علينا وشايفانا، وجه لي نصيحه كده، عايزك توجه نصيحه يعني لكل اللي زيك، الشباب اللي قدك مثلا، او لكل اللي في المجال، وجه لهم نصيحه، تنصحهم بايه؟ انا بنصحهم ان هم يطلعوا منه، ان المجال ده هو اللي بيضيع مستقبلهم، هو بيخرب ناس كتير، تمام، وبيفضح بنات. يعني انا في بنات كتير بتتفضح في المجال، وبتبقى شباب بقى داخله ومش عارف ايه، وكلهم بيفضحوا. تمام. بس فانا بنصحهم ان هم يخرجوا من المجال، ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه، ويركزوا في مستقبلهم. طب وماما وبابا دورهم ايه معاك؟ دورهم ان هم يعني دلوقتي بقوا يساعدوني دلوقتي، لو انا بقيت اصحى اقعد معاهم، افطر مثلا، بيدعموك واقفين معاك. كويس جدا، فالحمد لله. احنا عايزين كل اب وكل ام في كل بيت يا جماعه فعلا ينتبهوا لاولادهم شويه. سيبك من الجنيه، هو الجنيه مهم طبعا، وطبعا ما حدش يقدر يقول ان هو مش مهم، بس ابنك ده مهما جبت له كنوز الدنيا وهو اخلاقيا مش كويس، اكيد مش هيفيدك حاجه. عايزين ننتبه لاولادنا شويه مع كل المجهود اللي احنا بنبذله، وانا عارف طبعا قد ايه الناس بتشقى، وقد ايه الناس تعبانه، وقد ايه الناس بتعمل كل حاجه، لان انا وسطيكم ومعاكم وحاسس بكل الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه، بس على قد ده، على قد ما اولادنا دي مهمه، على قد ما اولادنا دول لو احنا طورناهم هنقدر فعلا ان احنا نشوف المجتمع ده كله بنظره تانية مختلفه. انا مش هفضل قاعد في البيت وعيالي بايظه، وكمان في الاخر ببص للمجتمع واقول يا رب بقى المجتمع يصلح حاله، يا رب بقى الدوله تبص لنا شويه. طب ما تبص انت الاول لنفسك، هو انت ازاي عايزني انا احبك وانت اصلا ما بتحبش نفسك؟
انت منين عايزني انا اساعد ولادك وانت بتساعدهمش؟ انت الاب والام نفسهم انتوا مش بتساعدوا ولادكم، عايزنا احنا نساعدهم ازاي؟ احنا معاك وجنبك وهنساعد وهنقف معاكوا، بس لما نحس ان انتوا فعلا بتوجهوا ولادكم للصح، واقفين مع ولادكم. التربيه هي اعداد مواطن صالح للمجتمع، انا بعيدها وبكررها 100 مره. احنا شفنا نموذج لما الاب والام بيكون دايما مع اولاده بيطورهم وبينجحهم ازاي، وشفنا كمان نموذج لما بيكون الاب والام ممكن غايبين عننا شويه، ممكن الابن يروح فين ويبقى توجهاته عامله ازاي. صح يا محمد؟ بالظبط كده. صح يا عز؟ طب قول لي انت يا عز بقى، ايه خطتك اللي جايه؟ نفسك تعمل ايه؟ نفسي انجح واطلع ظابط يعني نفسي اشوف حاجات جميله جدا. طب يا جماعه عز نفسه يبقى ظابط، يعني احنا كلنا ندعي له، كلنا نقف معاه. انتوا نورتوني طبعا النهارده جدا جدا جدا، مبسوط جدا منك يا عز طبعا، وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق. وزي ما قلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي عز نفسه يشوفه طبعاً. والاستاذ عمرو اديب ده احلى حاجه. بشكرك يا محمد جدا، وطبعا بدعمك ومعاك وجنبك، ومبسوط جدا ان انت عرفت الطريق الصح ومشيت فيه الحمد لله. واتمنى كل اللي زيك يعرف الطريق برضو الصح ويمشي فيه. يا جماعه زي ما انا قلت لكم، ولادنا امانه، استنوني كل يوم سبت عشان نشوف ولادنا ونشوف الجيل الجميل اللي يشرف ده. كل يوم سبت باذن الله الساعه 2:30 استنوني دكتور احمد ابراهيم.